مثلا المؤسسات الترشيح هذيك كي نلقاو مثلا انسان مثلا قبل ما نشوف مثلا الانتحار من المخدرات خلينا نرجع معناها خطوات الى الوراء معناها مؤسسات التنشئه معناها لانه الانتحار هذا ما هو الا نتيجه معناها للمقدمات سبقت ولظروف ايضا سواء منزليه بيتيه اسريه او احنا كنا ديما نطلبوا راي الدكاتره هذيك نحرصوا ديما في المركز الثقافي نجيبوا معناها اهل الاختصاص الدكاتره باش يعطيونا يفيدونا كل ما تعلمنا يسمى مؤسسات التنشئه منها الاسره تبدا بالاسره المركز المدرسه. السلام عليكم ليكيب، شحال تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة، اليوم خرجنا من جهة الطاحونة، اليوم ندور على سيدي إبراهيم رون بوان، مالك شوفوا بايصة في ستاسيون كاري وشوفوا مع العمل، أما كانش نروحوا، أصولي كالعادة كل مرة ونيدينا مكتوب إن شاء الله. مرحبا بك الأخت معنا. لا مرحبا بكم. حبيت اليوم طلعت بلي كاين بلي جبتو تاع المركز الثقافي الاسلامي برشا والمؤسسة الاسلامية، حبيت زدت ما نشكر
Thank you.
Thank you.